السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أهلا ومرحبا بكم، رمضان مبارك كريم، تقبل الله منا ومنكم. إخواني هنا أنا أعيد لهذا المكان، فكنت سأفوت الفرصة دون أن أصور لكم هذا، فنحن سنعيد لهذه المساحة هنا في الأسفل، لأنه كان هناك اختلاف في العمل بين هذه القطعة وهذه القطعة التي في الأعلى، فلاحظوا هناك اختلاف، وهذا الاختلاف في الحقيقة أنا لم أراه، نحن نعتبره في العمل أنه ليس بخطأ، يعني هنا اختلفت الأيدي. أنا عملت في هذه المكان في الأعلى، وهنا صديقي الآخر قام بالعمل في هذه المساحة، ونحن لم نأبها لها، يعني لم نلقي لها بال، يعني لأنها طبيعة العمل، نعمل في مساحة واحدة، ربما أنا أعمل في هذا المكان وهو يعمل في المكان الآخر، لكن صاحب المنزل حتى هو ما شاء الله لاحظ أن هناك فرق. لكي لا نكثر في الكلام أنه لا يوجد، هذه هي طبيعة العمل أو هذا، لا إخواني، كم سأخسر عليها من الوقت؟ ربما ساعة أو ساعتين، وأقوم بعملها أنا، لأنني أنا من عملت في الأعلى، فلاحظوا عملي في الأعلى، إن رأيتم هذا عملي سترون الآن هذا عمل الأخ الآخر، يعني الذي يعمل معي هنا، فلاحظوا هذا عمله، يعني جميعنا لدينا عمل، الحمد لله ما شاء الله، يعني عمل ممتاز وجيد، فلاحظوا هذا عمله إخواني كما رأيتم، يعني حتى هو ما شاء الله تبارك الرحمن عمله جيد ورائع، لكن الأيدي تختلف، لكن ليست الأيدي تختلف، حتى هو يعني قام بخطأ، لأنه عندما أتى إلى هنا ليكمل هاته المساحة، لأنني أنا عملت في الأعلى، وهاته المساحة كانت لازال فيها بعض الإصلاح، كان عليه أن ينتبه للعمل الذي قمت به أنا في هذا المكان، يعني لو لاحظتم هو هنا قام بوضع العديد من الخطوط، لاحظتم إخواني قام بعمل العديد من الخطوط، لكن أنا المساحة التي أعمل فيها أنا فيها يعني خطوط قليلة ومساحات فارغة كما ترون بين الخط والخط، مساحة فارغة يعني يظهر فيها بعض اللياسة، يعني تظهر فيها بعض اللياسة كثيرة عن هذا المكان في الأسفل، لذلك كان عليه أن ينتبه لعملي في الأعلى، بعدها يقوم بتطبيق نفس العمل الذي قمت به أنا، وهو قادر على ذلك، يعني قادر على أن يقوم بتطبيق نفس العمل الذي قمت به، لكن إخواني صاحب العمل انتبه لهذه النقطة، نحن لم ننتبه لها، لكن هو انتبه لها، وهذا المكان جاء قبالة الباب، لاحظوا الباب، يعني هذا العمل جاء قبالة الباب، فلذلك إخواني لا نكثر في الكلام، جزاكم الله خيرا، يعني صاحب المنزل قد يدخل إلى منزله مرارا وتكرارا، أنا سأعيد لهذا المكان، يعني قد يستغرق ساعة أو ساعتين وحتى يوم، حتى يوم لا يهم، أما هو إذا بقي هذا المكان ويعني لا يعجبه منظره فسيبقى ينظر إليه دائما، مهما هو ساكن في هذا المنزل سيبقى ينظر إليه لسنين طويلة، فلذلك إخواني إن شاء الله نقوم بعمل هذا المكان ويرجع يعني نفس الشكل مع العمل الذي في الأعلى، وتكون الأمور جيدة بالنسبة لصاحب المنزل، يعني دائما يرتاح من هذه النقطة. وهناك نقطة أخرى إخواني أردت أن أشير لها، وهي التي أحذر منها دائما إخواني، فلاحظوا أنا أملأ على المساحة التي قمت بعملها في الأول، يعني دون حفر الحائط يعني دون حكيه دون أي شيء، هنا الريزين المائي، فأنا أقوم بعمل طبقة رقيقة جدا، الحائط فيه بعض الخدوش، لكن إخواني تصوروا يعني لو كان هذا بفيرني الخشب أو بريزين الخشب،
يعني الورنيش الخشبي يعني الصباغة الزيتية، ورنيش خشبي صباغة زيتية. تخيلوا لو كانت هذه صباغة زيتية، هل كان من الممكن أن أعيد عمل طبقة بهذا الشكل أو يكون حكيها بالكامل، يعني إزالة الصباغة بالكامل؟ فكان من المفروض أن تزال الصباغة بالكامل، يعني الصباغة الزيتية لا يلصق عليها العجين كما يعرف الجميع. لكن مهما الريزين المائي فنحن نقوم بالعمل عليها دون خوف أن يقع أي شيء، لا العجين ولا الصباغة. عندما يعني كما أقول دائما للإخوان، يعني عندما يمر وقت طويل هنا ستكون أوسخ، يعني سيكون أوسخ على الحائط فيما بعد، وأراد صاحب المنزل أن يصبغ يقوم بطلاء منزل يعني بصباغة المنزل بدهان آخر، فإخواني كما نقوم نحن بفعل الصباغة لهذا في المرة الأولى، يعني بنفس الطريقة إسفنجة إسفنجتين ويمرر الصباغة هنا في الأعلى، يعني طبقة خفيفة في الأعلى فوق هذا الريزين، طبقة خفيفة وتعود كأنها يعني كأنها جديدة، كأن العمل جديد. إذن هذا هو الدور إخواني الذي يقوم به الريزين، يعني يمكنك العمل عليه كأنه فيكساتور، يعني كما يقولون الإخوان في الجزائر كأنه فيكساتور، أو كما نقول بريماسيو أو كولا جريفي كتمهيد للجريفي لكي لا يشرب الحائط. إذن هذا ما أردت أن أوصل إخواني. وأنا لماذا أعمل هذه الطبقة، لماذا لم أعمل عليه في الحين؟ لأن الريزين لا يدعه يجف بسرعة، يعني كما قلت الريزين لن يدعه يجف بسرعة، فلذلك لن يساعدني في العمل. فأنا الآن أترك هذه لتجف، يعني لتجف جيدا حتى الغد، يعني تجف جفاف كامل. وغدا إن شاء الله سأقوم بوضع طبقة أولى ثم أتركها لتجف، وبعدها الطبقة الثانية، وإن شاء الله ستصبح مثل هذا المكان في الأعلى إخواني. إذن إخواني هذه هي الفكرة التي أردت أن أوصل لكم، يعني إذا رأيتم عمل لا يستغرق ساعة أو ساعتين فيعني لا تكثروا الكلام مع صاحب المنزل، لأنه أنتم لديكم يعني فيها ساعة من الوقت، وهو ربما قد تبقى معه طول العمر. إذن إخواني كان هذا ما هذه الفكرة التي أردت أن أوصل لكم. إخواني أتمنى أن يعجبكم الفكرة، ودائما أنتظر دعمكم إخواني في هذه القناة، فجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.